لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 21، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. عنوان حلقتنا ردود الأشاعرة على أدلة الوهابية. شوفنا في الحلقة اللي فاتت سؤال موجه للشيخ ابن باز قصاد سؤال متوجه للأزهر، والسؤالين ليهم نفس الموضوع أين الله. الحلقة اللي فاتت عرضنا الإجابتين. الشيخ ابن باز قال من قال أن الله سبحانه ليس في مكان، يعني ليس فوق العرش، هو الكافر، هو الضال المضل، لأنه كذب الله وكذب رسوله. ونقلنا من دار الفتوى في مصر قالت أما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر، وليس المكان، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. وطبعا الشيخ ابن باز في الفتوى اللي قالها كان بيأكد على الدليل اللي قاله صاحب السؤال اللي هو الرحمن على العرش استوى. وفي حلقة النهاردة هنشوف أدلة كل من الطرفين على صحة معتقده، ونبدأ بالشيخ ابن باز إن الله في السماء، ونشوف هيستشهد بآيتين من القرآن في الفيديو اللي جاي. الله يقول جل وعلا الرحمن على عرش السماء، ويقول سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال هذا سبحانه في سبع مواضع من القرآن، وأخبر سبحانه في السماء قال آمنتم من في السماء. وزي ما شفنا الشيخ ابن باز استشهد بآيتين على الاستواء، الآية 5 من سورة طه والآية 54 من سورة الأعراف، ونشوف ردود أهل السنة والجماعة الأشاعرة على أدلة الشيخ ابن باز اللي بناء عليها بيكفر ويضلل اللي يخالف ظاهرها، واللي هو إن الله في السماء في علو ذاتي حقيقي. ونشوف الشيخ الأشاعري جيل صادق وهو بيرد على استدلال الشيخ ابن باز رحمه الله بالأدلة من القرآن في الفيديو اللي جاي. كتاب التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي الشافعي الذي توفي سنة 604 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد السابع الجزء الرابع عشر، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية، في الصحيفة 92، يفسر الآية رقم 54 من سورة الأعراف فيقول فثبت أن القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. كلام الشيخ صادق في الفيديو اللي شفناه وتفسير الآية 54 من سورة الأعراف مختصر في جملة واحدة قالها في الفيديو، من قال أن الله في الجهة فقوله باطل على كل الاعتبارات. يعني اللي يقول أن الله في جهة العلو أو في السماء فقوله باطل، وطبعا عقيدته المبنية على الاستدلال ده هتكون باطلة. ونشوف رد الشيخ الأشعري جيل صادق وهو برضو بيرد على الدليل الثاني اللي بيستدل بيه الشيخ ابن باز على حقيقة العلو الذاتي لله فوق خلقه. وطبعا العلو الذاتي لله فوق العرش يلزم منه بالضرورة علو الله على خلقه أيضا، والعلو الذاتي لله على جميع خلقه هو معنى استوى على العرش. ومعنى استوى على العرش عند 95% من المسلمين معناها زي ما هنشوفه من الشيخ الأشعري جيل صادق في الفيديو اللي جاي. الذي يعتقد أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، جلس أو استقر أو حاذ العرش، يكفر ويخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى. وإليكم كتاب التفسير الكبير للإمام الرازي المتوفى سنة 604، هذا المجلد التاسع في الجزء 17 من طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1425 هجرية، في الصحيفة رقم 12، يقول الإمام الرازي والاستواء على العرش هو الاستعلاء عليه بالقهر، هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق بيقول اللي يعتقد
إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى يعني جلس أو استقر أو حاز العرش يكفر. يعني اللي يقول إن الله استقر على العرش ده كافر في عقيدة 95%. وهنشوف الشيخ ابن باز هيقول إيه عن استقرار الله على العرش في الفيديو اللي جاي. مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. ولا سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش. ذكر هذا سبحانه في سبعة مواضع من كتابه العظيم أنه فوق العرش جل وعلا، وما على العرش يعني فوق العرش، قد علا عليه وهو استقر فوق سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة، على العرش يعني استوى عليه يعني على وارتفع، وفي عبارة بعضهم واستقر، المعنى أنه فوق العرش، والعرش فوق المخلوقات وهو أعلاها، والله فوق سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق جميعا. الشيخ ابن باز بيقول ذهب أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن الله فوق العرش. الشيخ ابن باز بيقول إن دي مش عقيدة السلفية الوهابية، ده عقيدة الصحابة والتابعين وعقيدة الرسل. يعني خد بالك، لو هتكفرني هتكفر كل دولة، ولو هتخالفهم هتبقى أنت الكافر. يعني ابن باز كأنه بيقول للأشاعرة ومن ضمنهم الشيخ جيل صادق، استقر لها نفس معنى كلمة استوى، حتى لو مش عاجبك احنا بنقول استقر واستوى، ولو هتكفرني انت بتكفر حتى النبي. ونشوف الشيخ الأشاعري جيل صادق وهو بيضيف على تكفير الوهابية السلفية حاجة جديدة في الفيديو اللي جاي. الحمد لله الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير إنسان، أما بعد، فهذا كتاب تفسير النسفي للإمام عبد الله ابن أحمد النسفي المتوفى سنة 710 هجرية. هذا الكتاب هو الجزء الثاني من هذا التفسير، طبع دار النفائس، الطبعة الأولى سنة 1416 هجرية، في الصحيفة 220 في تفسير سورة يونس الآية رقم 3، قول الله تعالى ثم استوى على العرش. يقول النسفي أي استولى، أي استولى. ثم يقول فقد يقدس الديان عن المكان والمعبود عن الحدود. هذا ما قاله الإمام النسفي في تفسيره، وهذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق بيأكد إن استوى على العرش يعني استولى. فاكرين الفيديو بتاع الشيخ ابن عثيمين اللي نقل لينا في كلام امرأة الجهم وهي بتقول أكفر بمحدود على محدود؟ خلينا نفتكر مع بعض الفيديو. ولهذا لما جاءت امرأة الجهم بن صفوان إلى الكوفة أو إلى البصرة وسمع الناس عليها يناقشونها، قالت إنها تكفر بمحدود على محدود، العرش محدود، وهي تقول إذا كان مستوى على محدود لازم أن يكون محدودا. نفس الكلام بيقول الشيخ الأشعري جيل صادق، أو بمعنى أدق بينقله عن النسفي. يعني لو الوهابية السلفية بيؤمنوا أن الله استوى على العرش يبقى بيقولوا أن الله محدود. ونقلنا برضو رد ابن عثيمين، وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فما هو الجواب على ذلك؟ الآن كنا لازم أن يكون جسما وأن يكون محدودا، نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به، ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلوقين. يعني ابن عثيمين بيقول نحن نؤمن باستواء الله على العرش، هتقول له انت كده بتقول انه محدود، هيقول لك وماله، هتقول له طب ماله ازاي، ده انت كده بتقول ان الله جسم، هيقول لك وماله، لو كان الله جسم بس ليس كأجسام المخلوقين. وطبعا اللي متابع برنامجنا هيعرف ان احنا اتكلمنا بالتفصيل على الفيديو ده، فاكتفينا اننا في المرة دي نقلنا اعتراف السلفية الوهابية ان الله في عقيدتهم جسم محدود، او بعبارة تانية جسم محدود ليس كالأجسام. وتابعوني الحلقة الجاية علشان نواصل كمان أكتر في معركة أين الله، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقل، وده يرد بعقل وتنكر بعقل.